زي ما دينا قالت، يعني امبارح فريق ليفربول قدر ان هو يقتنص كأس الرابطة الإنجليزية للمرة العاشرة في تاريخه بعد ما فاز على نادي تشيلسي بنتيجة 1-0 في مباراة أهدر فيها كل فرقة من الفرق دي كمية كبيرة جدا من الفرص المحققة. امبارح أيضا كان في مباراتين مهمتين في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. الزمالك فاز على أبو سليم الليبي وحسم تأهله لربع نهائي البطولة، وفيوتشر تعادل مع سوبر سبورت الجنوب افريقي بنتيجه 1-1 واقترب من التاهل لربع النهائي كمركز ثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط. تفاصيل كتير هنعرفها عن المباريات دي من ضيفنا منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر الاستاذ حمدي الحسيني الناقد الرياضي. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. نبدا بليفربول، وتشيلسي وفوز صعب بهدف فان دايك، شايف المباراه دي ازاي؟ والله زي ما حضرتك قلتي كان الفوز صعب جدا، لكن الحقيقه استمتعنا بمباراه من المستوى الرفيع. ليفربول كان هو البادئ بالتسجيل والهجوم، ومن بدايه المباراه اظهر نيته ان هو ياخد الكاس رغم ان كان عنده غيابات كتير جدا، ابرزها طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح كان عنده اصابات كتير، أليسون بيكر حارس المرمى، دييجو جوتا، الحقيقه كان عنده نص فرقه تقريبا غايبه امبارح، لكن الروح اللي بيديها يورجن كلوب المدرب الالماني الشهير لفرقته حتى ولو كانوا لعيبه صغيرين او جايين من اكاديميه ليفربول ظهرت من بدايه المباراه، ولقينا ان هم البادئين بالهجوم على فريق تشيلسي وقدروا يعني يفرضوا عليه شخصيتهم من بدايه المباراه. علشان كده ليفربول انا شايفه الحقيقه اجمالا رغم ان هم وصلوا الى وقت اضافي والجول جه في الدقائق الاخيره، يعني اجمالا ليفربول استحق الفوز. طب رايك في الطريقه اللي اعتمد فيها كلوب مدرب فريق ليفربول امبارح في هذه المباراه، شفتها ازاي؟ قدر بيها فعلا ان هو يحقق فوز؟ يعني نتيجه 1-0 هل هي مرضيه بالنسبه له او بالنسبه حتى لجماهيره؟ بالنسبه له وبالنسبه لجماهيره وبالنسبه للاعبته كمان كان الفوز مهم جدا جدا باللقب ده، لان هم عايزين في اخر موسم ليورجن كلوب معاهم يهدوا لي بطوله او اكتر، فبطولة امبارح دي كانت احد البطولات اللي هم بيسعوا ليها. دي طبعا اول لقب في الموسم بتاع انجلترا بيكون الكاس الكارباو او كاس رابطة المحترفين، بعد كده طبعا بيجي الكاس الاتحاد الانجليزي والدوري، هم بينافسوا على كل الالقاب، عايزين في اخر موسم ليورجن كلوب يدوله الالقاب الممكنة. الراجل من 2015 مع الفريق عامل بطولات على كل المستويات، خصوصا البطولة دي تاني مرة يفوز بيها في 9 سنين تقريبا، وكلنا عارفين ان المدرب الالماني الشهير اعلن ان هو في نهايه الموسم هيمشي من ليفربول ويشوف مكان اخر. فالبطوله طبعا كانت مهمه جدا لليفربول، 1-0 2-0 المهم ان هو حقق المطلوب، المهم النتيجه، والحقيقه كان في ظروف صعبه قوي. يعني انا هاخد من كلام جاري نيفل واحد من اساطير مانشستر يونايتد امبارح في الاستوديو بتاع سكاي البريطانيه، بيسالوه بعد المباراه على رأيه، فقال لهم من العار ان تشيلسي يخسر امام اطفال ليفربول، هو شايف انه امبارح كان المفروض تشيلسي يفوز مستريح، فان ليفربول بقياده يورجن كلوب ينزل من بدايه المباراه ويفرض شخصيته على تشيلسي ويجبره على التراجع، فده معناه ان بيلعب بشجاعه ايا كان اللعيبه اللي موجودين معاه وايا كانت النواقص. احنا بنقول امبارح في عناصر مهمه جدا غايبه عن ليفربول، المفروض ان تشيلسي امبارح هو اللي يبقى بادئ بالهجوم وبادئ بالتسجيل، لكن ده ما حصلش الحقيقه. هو برضو تشيلسي كان في وقت كان بيمثل خطوره على مرمى ليفربول، وفي نقطه زي ما حضرتك قلت كمان مهمه قوي المفروض ان احنا نبص لها ونحاول كده مش نتعلم منها، نفهم ايه اللي حصل فيها. فكره اداره يورجن كلوب للمباراه مع كل الغيابات دي، زي ما كنت حضرتك بتتكلم فكره ان هو ادار المباراه بالناشئين بلعيبه صغيره، دي نقطة برضو مهمة جدا ان احنا نفهم دي حصلت ازاي. بس مبدئيا برضو تشيلسي كان بيمثل خطورة على مرمى ليفربول، لكن موريسيو بوتشيتينيو المدرب الارجنتيني طبعا مدرب تشيلسي اعتمد على طريقة الهجمات المرتدة ان هو يباغت ليفربول، يعني يسيب له الاستحواذ ويسيب له المساحات ويباغته بالهجمات المرتدة، وفعلا قدر ان هو يشكل خطورة، ويمكن شفنا هدف لرحيم ستيرلينج النجم الانجليزي الشهير يعني بيلغى بداعي التسلل. وبالمناسبه الكره بتاعت تشيلسي اللي اتلغت دي انا عايز حكامنا المساعدين يتفرجوا عليها كتير قوي، لانه الحكم المساعد امبارح انا عايز اقول انه ممكن مليمتر او 2 مليمتر بس الفرق، ورجعوا للفار فيها واكد ان الحكم المساعد على صواب.
دي كرة دقيقة جدا تحتاج ان الحكام المساعدين بتوعنا يتفرجوا عليها علشان يشوفوا التمركز بتاع الحكم المساعد واليقظة عاملة ازاي. فانا بقول انه تشيلسي كان معتمد امبارح على الهجمات المرتدة في اوقات كتير من المباراة وبيشكل خطورة، لكن شخصية ليفربول رغم الغيابات ورغم ان في 5-6 لاعبين اقل من 21 سنة بيلعبوا مباراة نهائي كاس الرابطة الإنجليزية في ملعب ويمبلي الشهير اللي بالمناسبة هيستضيف نهائي تشامبيونز ليج السنة دي إن شاء الله. الشخصية كانت واضحة، والشخصية دي أنا بقول إنها من المدرب بوتشيتينو، مدرب كبير طبعا، لكن برضو من الطرائف إن هو رغم إنه درب توتنهام قبل كده ودرب باريس سان جيرمان طبعا إلا إنه ما خدش ولا لقب في إنجلترا، فكان بيسعى امبارح إن ده يبقى أول ألقابه في إنجلترا. لكن أرجع وأقول إنه شخصية يورجن كلوب امبارح كانت ظاهرة جدا جدا على فرقته. الدرس اللي بيديه اللعيبة الصغيرين ده لو عايزين نستفيد بيه في بطولاتنا المحلية، يعني لو حضرتك عايز توجه رسالة كناقد رياضي للفرق المصرية المشاركة سواء في الدوري أو في الكاس، وتقول لهم في شباب صغير من أكاديمية ليفربول قدروا إن هم يكسبوا لعيبة كبار جدا في تشيلسي، نقدر نقول إيه بعين ناقد رياضي؟ أنا عايز أقول إن إحنا هنا في مصر بنتعامل للأسف مع اللاعب اللي عنده 24 أو 25 سنة بنقول إن هو لسه ناشئ أو واعد أو صاعد. زي مثلا في النادي الأهلي لما محمد الشناوي أصيب كل جماهير النادي الأهلي إيديها على قلبها وقالت أصل مصطفى شوبير لسه صغير. مصطفى شوبير 24 سنة تقريبا هناك بيلعبوا من 16 و17 بالظبط كده. فلما 5-6 لاعبين اتحطوا في الموقف بتاع امبارح ده وهم أقل من 21 سنة يبقى احنا لازم نستفيد من المسألة دي، ان احنا ما نبصش للاعب اللي عندنا اللي عنده 18 او 19 او 20 سنة انه لسه صغير، ده لسه ناشئ بس في نقطة برضه ما عندوش خبرات، لازم نديله الثقة في نفسه. الفكرة بجانب الثقة بتكون اللعيبة دي لو هناخد ليفربول كمثال بتكون بالفعل يعني منخرطة، نزلت جربت ماتشات، لعبت على الأقل حتى لو في إطار التدريب. لكن الفكرة ان احنا لما بنعتمد على لعيب واحد بننسى ان في بدلة أصلا. صحيح، وبنجيبه من الدار للنار. بالظبط، دي شغلانة المدرب والجهاز المعاون بتاعه. يمكن في الفرق الأوروبية الكبيرة كلها عندهم تيم A وتيم B. صحيح. تيم B ده دايما بيشارك فيه اللعيبة اللي هي ما بتشاركش، اللي راجعين من الإصابات، اللي بيؤهلوا للمباريات. دايما الفريق ده بيكون فيه اللعيبة اللي هم الصغيرين الواعدين اللي هم 18 و19 سنة. لما بيلاقي ان في لعيب مثلا بيجهز من إصابة زي محمد صلاح بيلعب جنبه كل أسبوع، بيكون فيه مباراة ودية بتتعمل، فبياخد الثقه منه وبياخد طبعاً الخبره حتى لو ما شاركش في مباريات المباريات الرسميه. اول ما بيشارك اوريدي هو بيبقى جاهز نفسيا. تفتكر كاس العالم للشباب والمصريين قدروا يعملوا ايه والشباب الجميل اللي قدر بالزبط يعمل ايه؟ بالظبط، يعني احنا شفناهم بصراحه، يعني كانوا تابعناهم على القهوه رغم ان هم ما فيش فيهم اسم بارز يعني. صحيح. فالانديه لازم من خلال مدربيها ومن خلال ادارتها تدي للعيبه دي الثقه في نفسها. ونرجع ونقول برضو تاني لابد انه الانديه الكبيره اللي عندها مواهب تسمح ليها بالاحتراف المبكر. ومحمد صلاح بقى محمد صلاح ليه في اوروبا؟ صح، لانه نادي المقاولين العرب مشكورا سمح ليه ان هو باعه بدري في اقل من 20 سنه يبيعه لاوروبا، وما قالش مثلا ان لازم يبيعه للدوري الانجليزي ولا للدوري الاسباني، لا باعه للدوري السويسري وحطوا بند في عقده ولسه بيستفيدوا منه لحد دلوقتي. نادي المقاولين العرب بيستفيد من محمد صلاح ومحمد النني لحد دلوقتي بعد سنوات طويله من الاحتراف طبعا. فده ذكاء، وفي نفس الوقت مصر كلها استفادت مش نادي المقاولين العرب طبعًا بس طبعًا. فانا بتمنى من انديتنا ومن ادارتها ان هم يدوا الفرص في الاحتراف ويدوا الفرص هنا للاعيبه الواعدين. هنا الانديه وخصوصا الكبيره بتقول شراء العبد ولا تربيته من الاخر يعني. فبيبتدوا يجيبوا لعيبه جاهزين واسماء كبيره وممكن ما يدوش المردود اللي يعني اللي ممكن يديه لاعب صغير. هدي مثال صغير كده كلنا شايفينه، أنتوني موديست طبعا لاعب النادي الأهلي اسم كبير جدا في أوروبا، لكن واضح إن الراجل جاي يشطب في النادي الأهلي، دفع فيه مبلغ كبير قوي هو كده. وحتى كانت بداية تصريحاته أنا شايف إنها إلى حد كبير مسيئة للنادي الأهلي، إن هو جاي بيقول إيه أنا هلعب في مستوى أقل من اللي أنا كنت بلعب فيه لكن أنا حابب التجربة. يعني من الأول بيقول أنتوا أقل مني، ومع ذلك إحنا شايفين الراجل بيحاول وكل حاجة والنادي الأهلي بيحاول يستفيد منه لحد نهاية الموسم. لكن انا شايف انه كان ممكن جدا النادي الاهلي يدي المهاجم صاعد عنده فرصه وياخد منه احسن من اللي بياخده من انتوني موديست، وطبعا بفلوس اقل بكتير. انتوني موديست مكلف النادي الاهلي مش اقل من 2 مليون دولار، وده مبلغ كبير قوي على المردود اللي بيقدمه. وتاهل لعيبه عندك، لازم تاهل لعيبه عندك
يعني انه احنا بيبقى فيه البطولات الدوليه اللي بتحتاج منتخب قوي بنبقى محتاجين للعيبه دي، ولاعيب واثنين وثلاثه موجود، وبدل صحيح. الفرقه اللي موجوده يبقى فيه زي ما حضرتك قلت تيم A وتيم B يقدر يبقى موجود في الملعب، بيبقوا حتى فاهمين فكره اللعب مواد زي ما حضرتك اتكلمت. طب خلينا نروح للزمالك وفوزوا على ابو سليم الليبي وخلاص حسم التاهل ربع نهائي الكونفدراليه، شفت اداء الزمالك ازاي؟ هو نادي الزمالك بكل تاكيد كان يعني ضامن التاهل، بس هو عايز صداره المجموعه قبل المباراه، يمكن ده اللي ادى لعبته اريحيه نفسيه، لعبوا بنوع من الهدوء والثقه في النفس، وبالتالي ده انعكس على ادائهم خصوصا في الشوط الاول. خلصوا المباراه في الشوط الاول، انا بعيب عليهم بقى ان هم في الشوط الثاني تراجعوا كتير. المدرب الجديد طبعا البرتغالي جوزيه جوميز قال انا المسؤول عن التراجع في الشوط الثاني لان انا عملت تغييرات كتير اثرت على الفرقه، لكن هو راضي عن اداء الشوط الاول. والحقيقه انا بقول ان نادي الزمالك فعلا في الشوط الاول كان اداؤه مبشر جدا، ولكن جوزيه جوميز لسه ما يتحكمش عليه دلوقتي. ده مدرب ما لعبش غير مباراتين، فانا اعتقد انه لسه قدامه شويه على ما نحكم عليه، لكن في كل الاحوال نادي الزمالك بتاهله المبكر قبل الجوله الاخيره من دور المجموعات ده شيء مريح نفسيا لجماهيره ولاعيبته، وهيخليهم الفتره اللي جايه عندهم ثقه ان هم يكملوا البطوله. وحظ نادي الزمالك على فكره كويس ان البطوله السنه دي اتغير نظامها، كان قبل كده بيكون بعد دور المجموعات في دور اخر بينزل فيه الخسرانين من دوري ابطال افريقيا، وبالتالي بيبقى في منافسين اقوياء جايين من الشامبيونز ليج للكونفدراليه. لكن السنه دي دور المجموعات منه للدور ربع النهائي على طول، وبالتالي المنافسين قليلين بالنسبه لنادي الزمالك على اللقب، وان شاء الله نادي الزمالك نشوفه في النهائي باذن الله. يا ريت تكلمنا عن الاصابات، اصابه زيزو امبارح كانت عامله ازاي، وهل الاصابه دي كبيره فعلا؟ على حسب تصريحات الدكتور محمد اسامه طبيب نادي الزمالك بعد المباراه قال انها التواء في الكاحل، وان هم يعني حبوا يخرجوا زيزو للحفاظ عليه، ما حبوش يغامروا بيه يعني ان هو يكمل ويلعب على الاصابه، وده موقف كويس طبعا. وقال ان الاصابه يعني مش هتعطله عن مباراه نهائي الكاس، طبعا جماهير نادي الزمالك كلها قلقانه علشان نهائي كاس مصر اللي هيكون ما بين الاهلي والزمالك يوم 8 مارس ان شاء الله، طبعا فاضل حوالي 12 يوم تقريبا او 11 يوم، فهل الفتره دي كافيه لعلاج زيزو ولا لا؟ الدكتور محمد اسامه بياكد ان هو هيلحق بالمباراه لانه مجرد التواء في الكاحل، بس انا بقول لحضرتك ان صعب. الالتواء ده برضه بياخد وقت هل زيزو هيبقى جاهز للمباراه فنيا؟ هو ممكن يكون جاهز طبيا، لكن ممكن يكون جاهز فنيا وبدنيا، ده اللي الايام القادمه هتثبته، لكن طبعا التواء في الكاحل ده بتكون اصابه رخمه شويه، بتعمل تورم طبعا في القدم. طيب خليني ارجع مع حضرتك لجمله لسه قايلها، وهي فكره ان احنا ما نقدرش نحكم على مدرب الزمالك جوزيه جوميز دلوقتي، لسه محتاج شويه وقت، ولكن في بارقه امل حضرتك قلتها برضو ان هو راجل تحمل مسؤوليته عن التراجع في الشوط الثاني، وده ما بيحصلش. صحيح. فدي بدايه كده بشره خير زي ما بنقول. صحيح. توقعاتك او شايف انه جوميز هيقدر يتعامل مع لعيبه نادي الزمالك ومع نادي الزمالك، لانه زي ما حضرتك قلت هي في الاول وفي الاخر هي مدرب، شخصيه الفريق مدرب في الملعب. صحيح. شايفه يعرف يتعامل مع الزمالك؟ هنشوف شكل للزمالك مختلف، نادي الزمالك نادي كبير وعريق وليه قاعده جماهيريه كبيره جدا، هيعرف جوميز يفرق او يسيب بصمه مع نادي الزمالك؟ انا يعني بشوف انه دايما المدربين البرتغاليين عندهم شخصيه قويه، واضح ان الراجل عنده الشخصيه دي وبيتحمل المسؤوليه من البدايه، فدي زي ما حضرتك قلتي حاجه مبشره. هيعمل ايه مع نادي الزمالك ده لسه ما نقدرش نحكم عليه دلوقتي، ولكن انا بقول ان هو محتاج وقت. الوقت ده يعني انا شايف انه خلال بقيه الموسم هيبان شغل الراجل، لكن مش شرط ان هو مثلا ينافس على الدوري، مساله مش سهله ان نادي الزمالك بصفقات لسه ما انسجمتش ان هو ينافس على بطوله الدوري، البطوله اللي عايزه نفس طويل، نادي الزمالك فقد نقط كتير قبل ما الراجل يجي، فاعتقد ان هو نادي الزمالك مش هيحاسبه على بطوله الدوري، وانما ممكن جدا الجماهير تحاسبه على مباراه نهائي الكاس، لان دي بطوله من مباراه واحده امام النادي الاهلي، واعتقد ان دي هتفرق معاه جدا جدا في مستقبله مع نادي الزمالك. اذا الراجل قدر ان هو يفوز ببطوله الكاس وعلى حساب الغريم التقليدي النادي الاهلي، اعتقد ده هيبقى يعني مفتاح للراجل ان هو يدخل قلوب كل الزمالكاويه وان هو يكمل بقوه. طب لو خسر العكس هيحصل،
جماهير نادي الزمالك هتبقى غير راضيه عنه بسرعه جدا، لكن انا بقول ان الراجل كسب او خسر محتاج وقت، محتاج وقت، والوقت ده علشان تبان شخصيته مع الفرقه مش اقل من 3-4 شهور، يعني بنتكلم على نهايه الموسم. طب تفسيرك ان هو جوميز ما يعني ما نزلش الصفقات الجديده او اللاعبين اللي لسه متعاقد معاهم واكتفى باللاعبين الاساسيين، ده شخصيه جوميز يعني كمدرب اعتمد ليه على القديم وما غامرش بالجديد، ولا لسه لاعب جديد ما ولفش في الملعب مع الزملاء بتوعه؟ لا هو طبعا جرب بعض الصفقات الجديده في اول مواجهه ليه مع الاسماعيلي كانت في الدوري، يعني اشرك عبد الله السعيد من البدايه، اشرك ناصر ماهر في الشوط الثاني، يعني اوريدي هو اعتمد على الصفقات الجديده او بعض الصفقات الجديده، البعض الاخر لسه ما عندوش الجاهزيه الكافيه، مثلا زي لاعب الوسط احمد حمدي، ده لعيب كويس وكبير لكن عنده اصابه، فبعض الصفقات الجديده لسه ما دخلتش في الفورمه سواء البدنيه او الفنيه، لكن انا اعتقد ان هو تدريجيا ولا عشان تناغم اللاعبين يبقوا بالتاكيد واحدة يعني. بالتاكيد، وهو دي مباراه برضو خلينا نقول ان هو كان عايز منها صداره المجموعه، كانت مهمه جدا بالنسبه له، الصداره بتفرق بعد كده زي ما بقول لحضرتك في المنافسين وفي هيبه الفريق اللي بيبقى متصدر مجموعته، بتفرق بعد كده في الادوار الاقصائيه، وزي ما قلت لحضرتك السنه اللي فاتت كان النظام مختلف وكان بيبقى في منافسين جايين من دوري الابطال قبل طبعا دور المجموعات بتاع الكونفدراليه كمان، فكان بيبقى الموضوع صعب. السنه دي في بعض المنافسين القليلين قوي في طريق الزمالك لللقب، يمكن اهمهم نهضه بركان المغربي، فاعتقد ان الراجل كان عايز يضمن الصداره، يوجه رساله لبقيه الفرق المنافسه اللي ممكن تقابل نادي الزمالك في ربع النهائي، ان انا جاي متصدر وجاي بكسب خارج ملعبي، فكل ده خلاه يعتمد على العناصر المضمونه اللي هو جه لقاها اساسيه. الاعتماد على الصفقات الجديده اعتقد ان هو هيحصل تدريجي وكل اللعيبه هيدخلوا يعني. طيب نادي فيوتشر مع سوبر سبورت الجنوب افريقي تعادل، شايف حظوظ نادي فيوتشر ايه للتاهل لربع النهائي؟ ربع النهائي انا شايف ان حظوظه ان شاء الله كبيره جدا، لانه في المركز الثاني هيلعب مع صاحب المركز الثالث واللي عنده امل ان هو يصعد فريق الهلال الليبي. المباراه هتكون في مصر ان شاء الله. مودرن فيوتشر كسب الهلال الليبي خارج ملعبه في المباراه الاولى 2-1، وبالتالي ان شاء الله عنده افضليه، محتاج بس تعادل من المباراه، على لعيبه مودرن فيوتشر ان هم ياخدوا المباراه بجديه، اعتقد ان هم قريبين جدا جدا من التاهل، وده هيبقى كويس ان مصر يكون لها فريقين في ربع النهائي طبعاً. ان شاء الله نشوفهم الاثنين في النهائي او واحد منهم على الاقل، وباذن الله يكون اللقب مصري. يعني فرصنا كبيره في الكونفدراليه الافريقيه كفرق مصريه، تقييمك ليها شايف تقييم ايجابي جدا، وانا شايف انه كمان بالتحديد فرصه نادي الزمالك لانه الاكثر خبره من مودرن فيوتشر، انا اتمنى الاثنين يكونوا في النهائي طبعا، لكن انا بقول انه خبره نادي الزمالك صاحب اللقب في 2019 وعنده لعيبه خبرات كبيره قوي زي زيزو وشيكابالا وكمان عبد الله السعيد المنضم حديثا طبعا، ونادي تاريخي طبعا طبعا، الحقيقه نادي الزمالك عنده تاريخ وعنده خبره تسمح لي ان هو ان شاء الله يوصل للنهائي وممكن ياخد اللقب. المنافس الاقوى بالنسبه له هو نهضه بركان المغرب المتخصص في البطوله دي واتحاد الجزائر طبعا الجزائري، الفرقتين دول هم اللي ممكن يكونوا منافسين اقوياء للزمالك. على اي حال طبعا احنا يعني بنتابع هذه البطوله الكونفدراليه الافريقيه، وزي ما حضرتك قلت فكره وجود فريقين مصريين دي حاجه تشرفنا وحاجه تبسطنا، وان احنا نشوف طبعا كمان لعبه حلوه موجوده في الملعب دي حاجه تبسطنا اكتر واكتر، نتمنى كمان ان احنا نشوف نادي الزمالك في شكل افضل ليه لان هو يستحق ده مع وجود مدرب جديد زي جوزيه جوماز، ونتمنى برضو كمان زي ما حضرتك قلت فكره مودرن فيوتشر ان هو يبقى فيه فرق كمان مصريه تانية تقدر توصل لبطولات زي دي بالزبط. دي كمان نقطه مهمه عشان حتى يكون احنا بالنسبه لنا عندنا دوري غني وعندنا فرق مصريه كتير موجوده. بالتاكيد طبعًا بالتاكيد طبعًا. وكمان عايز اقول انه النادي الاهلي الحمد لله يعني كالعاده المره الثامنه على التوالي بيوصل للادوار الاقصائيه من دور المجموعات، والسنه دي واصل يعني بدري شويه، يمكن السنوات اللي فاتت كان بيعذب جماهيره صح في دور المجموعات وبيوصل بصعوبه للادوار الاقصائيه، الحمد لله السنه دي بيوصل بدري يعني الى الدور ربع النهائي، ان شاء الله هو كمان ينافس، كان نفسنا بيراميدز يبقى معاه لكن واضح ان خبراته في دوري الابطال لاول مره قليله شويه، ان شاء الله النادي الاهلي برضه يكون في نهائي البطوله بتاعت شكرا ليك يا فندم الناقد الرياضي الاستاذ حمدي الحسيني، شرفتنا ونورتنا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.